اتفضل يا فندم، التقرير السري اللي سيادتك طلبته مني. اخباره ايه دلوقتي؟ مفيش قلق ولا نية للاستقالة تاني؟ لا بالعكس يا فندم، ده معنوياته افضل كتير، وزي ما سيادتك شايف بيقضي معظم وقته في المكتب ومع المهندسين علشان التصنيع الحربي. انت عملت معاه ايه يا صلاح؟ ابدا يا ريس، حاولت ارفع الحرج عنه واقنعه انه لازم يرجع شغله ويخرج وسط الناس علشان ينفي اي اشاعه ضده. يخرج وسط الناس يروح فين يعني؟ مش اكتر من النادي يا ريس وبعض الحفلات الرسميه. طب حس كده، انا عاوز اطلب منك حاجه تاني. تحت امرك يا ريس. انا عاوز تقرير عن اليمن في الوضع الحالي تحت حكم الامام احمد. ايوه تؤمر يا ريس. وحشتوني قوي يا اولاد. وانت كمان يا بابا. طمنونا عليكم، اخباركم في المذاكره ايه؟ الحمد لله كويسين. معقول كلكم مذاكرين وفاهمين؟ ايوه يا بابا. كلام ايه ده يا ست الكل؟ بيتكلموا كلام جد ولا اي كلام؟ انت اللي تحكم. احكم من بعد برضه يا زينب. لو عايزين احكم يبقى انا اذاكر لكم بنفسي. لا 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 لا. ليه كده؟ خايفين من ايه؟ طب لعلمكم بقى، انا امسك الكتاب افهمه كويس قوي، اجاوب على اي سؤال يخص الكتاب. طب ما تيجي تمتحن انت ودانا والنبي يا بابا. ايه يا جمال؟ ما تجيش غير من الكبير؟ احنا عندنا رجاله تخاف برضه من ورقه امتحان ولا كلام فارغ منه؟ ايه يا ولد؟ خلاص يا بابا احنا هنذاكر ونوعدك هنجيب اعلى الدرجات، بس بلاش انت تذاكر لنا. طب انا عايز اقول لكم كلمه، تحطوها حلقه في ودنكم وتفهموها كويس قوي. لو الدنيا دي كلها جت في كفه وانتوا في كفه، كفيتكم انتوا بالطب. ليه بقى؟ لان انا قلبي متعلق بيكم وانتوا عندي اغلى من الدنيا دي كلها. فاهمين؟ فاهمين يا بابا. فاهمين يا بابا. فاهم يا صلاح؟ طب مالكم؟ ما تاكلوا. بسم الله. احنا كمان عايزين نقول لك حاجه يا بابا. خير يا استاذ جمال. احنا بنحبك قوي يا بابا.